والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم هذه الحلقات المباركة في هذه الأيام العطرة المباركة، أيام المولد النبوي الشريف. وفي هذا البرنامج رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ حلت كاميرا قناة صلاح الدين الفضائية في جنوب تكريت في الضلوعية بالتحديد، وبيش كان هذا المكان الطيب المبارك بأهله الكرماء، إذ حضرت وجناب الشيخ الداعية الإسلامي شيخنا المفضال الملا جاسم الدليمي. مرحبا بك جناب الشيخ وأنت تطل على شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، فمرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بقناة صلاح الدين، وهذه ليس المرة الأولى أن نلتقي بقناة صلاح الدين، وإنما سبقتها مرات ومرات، ونكون متشرفين بحضور فضيلة الشيخ الدكتور خميس المحروس، حيث كان رجل يوافي الحلقات، وكان من رجال الدين المهمين عندنا. عزكم الله. عزكم الله جناب الشيخ، بارك الله فيك. واحنا ملاتي في هذه الايام المباركه، ايام المولد النبوي الشريف، فلا بد للمسلم ان يرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هكذا أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فماذا توجه في هذه المناسبة؟ والله نوجه في هذه المناسبة مولى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرجع ونستذكر كيف كان الناس قبل الإسلام، نعم، وكيف يعبدون الأوثان ويدنسون الأرض ويفعلون المنكرات. فلما جاءهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أثر هذا المولد أثر عظيم على العالم أجمع، حيث قضى على الطواغيت وأصنامها، وغسل الأرض من دنسها وآثامها، وأخرج البشرية من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. من البشرية أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، والناس كلها قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. هكذا أثر المولد، وهكذا أثر المصطفى، وهكذا أثر وجوده على الأمة. نعم. احنا بما أنه نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نطبق سنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن الأسر، هذا اللي يفرح أو يسوي عيد ميلاد الابنة اللي مر عليها سنة، والبنتة اللي مرها عليها مثل سنتين، ويحتفلون بالأعراس والمناسبات احتفال فوق العادة، فكيف توجه أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتفل بهذا الميلاد، ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، من باب تطبيق الدعوة إلى الله، ومن باب تطبيق الأوامر الإلهية التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا فضيلة الدكتور، احنا نعتبر ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نعتبرها تذكيرا للرجوع بالأمة إلى كان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من الاستقامة، من الالتزام بالشريعة، من التآخي، من صلة الأرحام، من يعني كثير القيم. وقال تعالى بكتابه العزيز وكلامه البليغ الوجيه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا يجب على الأمة أن تستذكر هذا المولد وترجع إلى الله، وترجع إلى الله. أما هناك صبي وصبية
صنع المواليد الهم هذه مسائل يعني تقريبا هي بدعة مو صحيح، ولكن ينسون الذكرى بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينسون هذا المولد الذي أضاء الأرض بعد ظلامها وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله وإلى طريق الحق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. إذن لابد أن يسير المسلم على نهج المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. لابد المسلم يسير على خطوات المصطفى ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بسنة المصطفى وكتاب الله وسنة رسوله، هذا ملزمات للمسلم في أينما يكون. لكن هنا الناس تجاذبتها الغفلات واللهوات والاستدراج والتزيبزي الكفار، يعني احنا دائما نحذر. ولكن شنو ابن خلدون يقول؟ دائما المغلوب يسعى ينشغل بتقليد الغالب، فهم يشعرون ودين الاسلام هو الغالب، ولكن هم دائما يشعرون بانهم مغلوبون من قبل الاوروبيين، ويعتقدون بان الاوروبا أوروبا وصلت الى ما لا يصل المسلمون اليه، فاخذوا يقلدونه بالزي باللباس بكل الحالات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بهم فهو منهم، هذه شغلة يعني مفهومة عندنا، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فما علينا إلا أن نرجع إلى خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ كتاب الله ونعمل بالآية نفسها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ملاتي أنت في قرية نائية بعيدة يعني بالأرياف، هو هذا صحيح. فكيف كانت دعوتك؟ والدعوة بالأرياف تحتاج إلى جهد، الدعوة بالأرياف إلى تعب، ولكن الدعوة بالأرياف يعني أروح منها في المدن، يعني تشعر بالراحة. لا، الدعوة بالأرياف قبيلة بعيدة، يتقبل بعيدة كل البعد عن التعاليم الأجنبية. يعني أنت كل ما اقتربت المدينة والسكن من سواحل البحار تشوف التقلب مقبول أكثر من قبل المسلمين، يتقبلون عادات الغرب ومبادئهم. ولكن القرية عندما تكون نائية استجابتها أقوى، تستجيب للدعوة. ميمة عثرة. ولكن جت المدارس وهذا، تجي هذا هي أنا لاحظت يعني مدارس البنات مع العسر، لأن المدارس الدينية يعني هي تدرس دين. لا تعرف صلاتها، صيامها، زكاتها، دينها. ولكن ميم هذا مسوى مع الأسف الظافر إيه الطول، مسوى ظافر، ظافر مسيحي. نعم. ما هذا؟ ما هذا الضلالة؟ تقليد ما هذا الغفلة عن طاعة الله وعن دين الله؟ هذا كله هي نفسها طالبة دين تسوي ظافر. ملاكي إذا على الأظافر سهلة، لكن إذا على الأظافر سهلة، لكن شوف الملابس. أما الأخرى واحد لا، الأظافر هي الملابس. قال عليه الصلاة والسلام بما يخص الملابس، الحديث الوارد: عاريات كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. لا إله إلا الله. نعم. وعلما بأن ريحها يوجد على 500 عام، على مسيرة 500 سنة، 500 عام ما شاء الله، مسيرة 500 عام، ولكنهن محرومات من هذه الريحة، هذا الريحة، محرومات من الريحة، فكيف بالجنة؟ الجنة.
وهو والنهاية وين؟ النهاية بجهنم والعياذ. سقر ما سلككم في سقر. شوف ضربت رابعة العدوية مثلا رائعا في الزهد والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. ونقلت شعورها وعقلها من الدنيا إلى الآخرة. نعم. حيث جاء الحسن البصري يقال إنه يريد يخطبها لأنها زاهدة وهو كذا. وفي عصره وفي عصره هي معاصرة له. كلمها بالموضوع قالت إيه مرحبا بك ولكن أسألك أسئلة إن جبتني بها أني قبلت الزواج قبلت منك. قال أجيبك إن وفق الله. ما قال لها أجيبك، ما قالها أنا عالم وراح أجاوب. لا أبدا، ذول عندهم ورع شديد. نعم. أجيبك إن وفق الله. قالت أخبرني عندما أوضع في لحدي من أجيب الملكين بالخطأ أم بالصواب. الله أكبر. قال هذا علم غيب ما نشغل. قالت زين هذه واحدة. الثانية لما تطير الصحف وكل من يأتيه كتاب، كتابي بيميني عن بشمالي. هذا علم غيب أيضا. الثالثة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا إله إلا الله. من أي الوجهين أنا؟ الله أكبر. قال وهذا أيضا علم غيب. كلها علوم غيبية. قالت الرابعة فريق في الجنة وفريق في السعير. من أي الفريقين أنا؟ قال وهذا أيضا علم غيب. لا إله إلا الله. قال عليك يا حسن البصري أن تفهم الذي ينتظره هذا القدر وما يعرف مصيره من أين في أي مكان يكون، متى يتلذذ بالدنيا ويفرح بالزواج ويعتزل بالدنيا وزهرتها هذا كل هذا همومي وهذا ما يشغلني. إني ليس بحاجة إلى هذا، ليس إني في حاجة إلى ما تقول. إذا طلقت الدنيا وما فيها. طلقت الدنيا وما فيها. هي يوما كانت أيضا هذه الزاهدة كان عندها كانت تصلي يومية تصلي 1000 ركعة. تصلي في اليوم والليلة يعني؟ أي بالليل. نعم الليلة. هي بالليل تصلي 1000 ركعة. فالمرة وهي تصلي قالت هل اختمر العجين؟ سهت. وبرو يا رأت شرفات قصرها واقع. سبحان الله. أي ولكن بينما هي تصلي دخل في بيتها لص. نعم. دخل في بيتها لص وهي مستمرة في صلاتها. أي لما دخل ضيع البعض. تيه. من هي يعني يحاول يطلع ما ادري شو التعب. قال يا هذا ضع الثياب واخرج من الباب. خاطبته؟ لا هذا نداء من الله. سبحان الله. أي. يا هذا ضع الثياب واخرج من الباب. يا هذا إن كان الحبيب نايم فالمحبوب لا ينام. الله أكبر. أي فلما خرج قالت له أراك خرجت فارغا. قال ما وجدت شيئا أخذه. الله أكبر. قال مسكينا أنت، خذ هذا الإبريق وتوضأ وادخل البيت فصلي ركعتين وتخرج بشيء. ما شاء الله. ففعل ذلك ووقف عن المسجد لأن الرادي كلامها نور. وقف على المسجد وشرع في صلاة الركعتين. هي عاد رفعت رأسها إلى السماء قالت ربي جاءني فلم يجد عندي شيء وأوقفته ببابك وأنت الكريم. الله أكبر. شوف برا. الله أكبر. يعني هذه وين بينما إحنا الحقوله حرامي أصياح يفضحون في السنة كلام ما شاء الله. عندها. قالت ربي أوقفته ببابك وأنت الكريم. فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين حتى أضاع الفجر. ما شاء الله. قبله الله من أحبائه. الله الله. هو لص.
هي عاد وين رجعت؟ رابعة العدوية رجعت إلى ربها. قالت ربي هو رجال حرامي وجاي يجيبوه وقبلته أنت بهاللحظة. أنا أعبدك وصلي لك وأسجد اليوم 70 سنة أما تقبلني؟ الله 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 الله. قال جاه النداء يا رابعة من أجلك قبلناه. الله الله. من أجلك قبلنا. ها ما شاء الله. إيه مو إحنا. إذن اشعلوا منزلتها، منزلتها عالية. اشعلوا منزلتها. وحتى جاء هلا يعني بالطواف بمكة. نعم. وفي مرة قالت يا ربي لو كان هذا من غيرك شكوناه إليك. فكيف إذا كان منك؟ ايش تقصد هنا هي؟ العابد. اه سبحان الله. اي هذا مو بطول الحجم. اي اي نعم سبحان الله. اي قالت يا ربي لو كان هذا من غيرك شكوناه اليك. الله. فكيف اذا كان منك؟ الله اكبر الله اكبر. اذا لا شكوى. اي لا شكوى. وصبر على هذا الامر. ونوديت في سرها. اي نعم. يا رابعه من قبل كل الحجيج من اجلك. الله اكبر ما شاء الله. ها هكذا كانت الزاهدات. وهكذا هو النموذج. هكذا كانت العابدات. ما شاء الله. هكذا كانت الصالحات. ما شاء الله. ها عذرا جناب الشيخ احنا مع هذا الكلام الطيب المبارك اخذنا الفاصل سريعا. راح ناخذ فاصل ونرجع لك ان شاء الله نكمل هذه الفوائد وهذه الدرر وبارك الله فيك. ايها الاحبه الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة الخاصة المميزة في هذه الأيام الطيبة الطاهرة أيام المولد النبوي الشريف، إذ حضرت وجناب الشيخ الداعية الإسلامي الملا جاسم الدليمي في منطقة بيشكان في الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين. أهلا وسهلا بك من جديد جناب الشيخ، وأنت تسترسل على تأديب وتربية البنات في عصرنا هذا مأخوذ من النموذج الفذ على سبيل المثال السيدة رابعة العدوية التي طلقت الدنيا وما فيها من أجل الله ومن أجل الفوز في الآخرة، وماذا توجه للشباب وكذلك للنساء في البيوت والرجال الذين قد ابتعدوا عن الله وعن طريق الله؟ نعم والله أن اللي ابتعدوا عن طريق الله وابتعدوا عن طريق الحق وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني هذول خسروا الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة. ولكن أي قبل فوات الأوان، نعم، أن يرجعوا إلى الله ويستقيموا على دين الله، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. نعم إن شاء الله. يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحب ثلاثة وأحب منهم ثلاثة أشد حبا. نعم. أحب المتواضعين. الله. وأحب الغني المتواضع أشد حبا. وأحب الأسخياء. وأحب الفقير السخي أشد حبا. ما شاء الله. لأن هذا يسخي بقليل ماله مثل ما قال القائل، قال هو الكرم من الموجود وحكى مجنود، لا حكى مجنود، وهو فقير لكنه سخي. ايه عنده سخاء. سخاء. نعم. وحب المتقين. وحب الشباب التقي وشد حبا. الله. سواء كان من الفتيات أو من الشباب. نعم. يعني هذول اللي يلزموا الطريق من أوله هذول في ظل الله.
ما شاء الله. يوم لا أظل إلا أظله. لا إله إلا الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا أظل إلا أظله. شاب نشأ في طاعة الله. نعم. ورجل معلق قلبه في المسجد. ورجلان اجتمعا وتفرقا على حب الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أخاف الله. لا إله إلا الله. ورجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه دمع. ورجل ما علمت شماله بما نفقت يمينه. الله الله. هذول الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله الله. ويجب أن يكون المسلم هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولدت يوم الاثنين وخرجت من مكة يوم الاثنين. يقول ابن عباس خرج الرسول ولد يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. وهكذا قالوا يا رسول الله لما تعظم هذا المولد تعظم هذا الاثنين وتصوم وتعبد الله فيها. قال لأن فيها ولدت. الله فيها ولدت. نعم. هذه اللي اعتمدوا المسلمين يحيون المواليد ويذكرون الله في هذه المناسبات. ولكن نريد لهذا الذكر أثر. نعم. ما نريد أن يكون ذكر غفلة أو ذكر له. نعم. أو ذكر سهو. كل هذا لا يصح. واحد ألماني. نعم. قائد جيش. أي. 20,000. نعم. قال للجيش قف مكانك. وقف الجيش. قال هل عندكم مثلنا؟ هذا محمد يستطيع أن يوقف هذا الجيش الألماني 20,000؟ أوقفتهم بكلمة. بكلمة أنا أوقفتهم. تصدى له واحد مسلم. نعم. قال له مو 20,000، مو 100,000، مو ملايين، وإنما أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملايين. مليارات. وعندما يجتمعون في مكة. الله. في مكة المكرمة. يئمهم واحد رجل منهم من المسلمين. نعم. وليس محمد، كيف لو كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله. فاللغة غير واحدة. والألوان غير مختلفة. مختلفة. والألوان غير موحدة. واللغات غير موحدة. ولكن على كثرة عددهم وترامي أطرافهم عندما يقول استووا في الصلاة. نعم. كلها تقرأ. نعم. أين جيشك وغيره ومثله معه الله. هذا لا يجوز أن تشبهه بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء الله. هكذا الإسلام، وحدة الإسلام. هكذا كانت إن شاء الله. ولا زال احنا انحرفنا عن الطريق. انحرفنا عن الطريق واصبحت الناس تلهو قريبة من الشيطان. وعبادة الشيطان نهايتها خسارة وربما الى جهنم وبئس المصير. والعياذ بالله. فعلى الشباب ان ينتبهوا. وعلى الفتيات أن تنتبه. وعلى الشيب أن يرجعوا إلى الله. لا إله إلا الله. وأن يتركوا الغفلة واللهو واللعب. ويتجهون إلى الله، لأن كان خلل كبير بالأمة. من التفرقة، من الغيبة، من العمالة للأجنبي. كل هذا انهيارات خلقية وانهيارات دينية. لا حول ولا قوة إلا بالله. جنابك اتطرقت إلى هؤلاء السبعة.
الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم الآخرة وهو ظل عرش الرحمن. ماذا تقول من باب التفاؤل للذي ارتكب جميع الذنوب والخطايا ونحن في المولد النبوي الشريف هذا اليوم وهذا المولد وهذا الشهر هو يطلع سيدنا النبي على أعمال العباد صحيح يوم الاثنين والخميس ويدعو الله أن يغفر لهم. فماذا تقول على مرتكبي الذنوب والخطايا والكبائر في هذه الأيام؟ والله أقول تفنى اللذائذ كلها ويبقى الإثم والعار ويبقى الإثم والعار. ولكن الشباب عندما الله يريد يرشده يرفع كفه إلى السماء ويقول اللهم سالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ورفع البلاء ويرجع إلى الله وليتوب، لأن هذه الدنيا هي الفرصة الوحيدة للعبد أن يتوب إلى الله فيها. بعد ذلك ما ينفع بعد الموت، لا إله إلا الله، ما ينفع كل شيء غير هذا الدنيا. نعم. هو عليه أن يتق الله ويرجع إلى الله، مثل ما يقول تذكرت أيامي وما كان في الصدق من الذنب والعصيان والجهل والجفا، أن يخلع عن المعاصي كلها ويرجع إلى الله، لا إله إلا الله. وهكذا يجب يكون عليها المسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا شيخي هذه الأمور هذه التوبة مفتوحة لو علم العاقلون بها. جناب الشيخ، أكثر من 60 سنة وأنت تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد في القرى وفي الأرياف وكذلك حتى في المدن، وتنتقل من محافظة إلى أخرى ولك أتباع ولك مناصرين ومؤيدين. مثلا جاءنا اتصال من جدة من المملكة العربية السعودية، وجاءنا اتصال من نابلس من فلسطين، وكذلك جاءنا من المغرب العربي ومن تونس يسألون عنك وعن صحتك أولا، وأنا المشاهد الكريم لا يعرف أنك مريض وقد أجريت عمليات منذ أيام. أيوة. وأنت أيضا جالس ومحرج من الجلسة، لكن إحنا من باب أن يعني يطمئن الناس على صحتك وعلى كذلك يتبعون أخبارك، ماذا توجه عبر هذه السنين الماضية فوق 60 سنة وأنت تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل وجدت إحراجا في بعض السنوات من خلال الدعوة للناس إلى الله؟ نعم أكو انحرجت يعني بعض السنين؟ نعم، ولكن أنا ما أنحرج. أنا عندي استقامة وعندي ثبات وعندي دبلوماسيات يعني وكل من يقوم يحرجني. شلون حاكية المجتمع عبر هذه العشرات من السنين؟ يعني الرجل قال بحسن الخلق، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبلغ المؤمن بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ما شاء الله. نعم، درجة الصائم القائم. يعني كأنما قام الليل وصام النهار. ما شاء الله. هكذا عاد هو شيء حسن الخلق. شلون حسن الخلق؟ شو يسوي بهالحال؟ يتواجه المجتمع بهذا الخلق الحسن. واركان حسن الخلق 3. نعم، اركان حسن الخلق 3. بشاشة الوجه، ما شاء الله. نعم، وصناعة المعروف، وكف الأذى عن الناس. الله الله، انت يجب هذا. انه اذا واحد اذا جاءتني مثلا وشاية من شخص، هذا الرجل متكلم علي قال في شرا او قول مو مقبول، اني التقيت بي مثلا، اهلا فلان شلونه، هي وصلتني انت تتوقره وهو يتكلم عليك، اهلا وسهلا يا بشو، ما تبين، ما نشوفك كذا، هذا هو ذا شريف يخجل من نفسه. واذا غير ذلك هو يرد ان شاء الله يصلحه الله. امين يا رب. يصلحه الله. امين يا رب. وحتى اخواننا الجعفرية، نعم،
أقابلهم بالأخلاق وسؤول قصيدة الفرزدق. أريد من قصيدة الفرزدق فد كم بيت؟ إيه هي قصيدة الفرزدق؟ إيه ما سمعانها؟ أريد أسمعها منك أنا والمشاهد. والله أريد منها كم بيت؟ لا هي راح أعطيك أكلها. يلا إن شاء الله. يقول الفرزدق كان ويا هشام بن مروان بن عبد هشام بن عبد الملك بن مروان منع الناس من الطواف. نعم. ما عن طواف البيت. اي منع الناس عن الطواف وإلا هو وجماعته. لكن نافس رجل استلم الركن اليماني سبقه على الركن اليماني سبقه على الحجر الأسود سبقه على الأماكن المقدسة كلها وما تقيد به. قال منه هذا؟ من هذا؟ قال والله تعرفه أنت؟ قال والله أنا ما أعرفه. قال الفرزدق أنا أعرفه. قال منه يا أبا فراس؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرام. الله الله. أيه. هذا من خير عباد الله كله. هذا التقي النقي الطاهر العلم. الله. رأته قريشا قال قائلها لمكارم هذا ينتهي الكرم. ينمي لذروة العزة التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. أكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم وإذا ما جاء السلم يغض حياء ويغرى من مهابته ولا يكلم إلا حين يبتسم. الله. ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس ينجاب عن أشرافها الظلم. هذا ابن فاطم إن كنت جاهلا. الله الله. بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قولك من هذا بظائره؟ فالعرب تعرف من أنكرت والعجب. الله الله. ما قال لا قط إلا في التشهد ولولا التشهد لكانت لا أهو. نعم. الله أكبر. عما البرية بل إحسان فانفصلت عنه القتارة والإملاق والعدم. العدة أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم يستدفع السوء والبلوى بحبهم. الله الله. ويستجيد به الإحسان والنعم. ومن يعرف الله يعرف أوليتنا. والدين من بيت هذا نعلم. الله 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 الله. هذه قصيدة زين الفرزدق بحق زين العابدين. ما شاء الله. ما شاء الله. فدفع له 5500 درهم. أرجع قال يا عمي يا ابن بنت رسول الله والذي بعث جدك بالحق نبي صلى الله عليه وسلم والله ما قلت له من أجل الدراهم ولكنه فيض غيظ من فيض من فضلك. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هكذا كانوا. جزاك الله خير شيخي على هذه الأنوار وهذه الأشعار المباركة بحق آل البيت الأطهار. هم راح نأخذ فاصل قليل ونرجع إليك. هم سريعا ما شاء الله أخذ الفاصل على هذه الكلمات وعلى هذه الفوائد والدرر. أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. يا من أتيت مبشرا وموحدا ودعاك ربك أحمدا ومحمدا لما ولدت تباشرت كل الدنا والطير من فرح ومن حب شدا وانهد إيوان لكسرى وانطوى ملك لقيصر والردى أكل الردى لما رآك الطير حط وغردا وفؤاده بالحب صار مصفدا. أهلا بكم أحبتي من جديد وهذه الحلقة الخاصة عن ولادة سيدنا المصطفى العدنان من هذا برنامج رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وكما تعلمون أن شاشة قناة صلاح الدين بكاميراتها قد رحلت إلى منطقة بيش كان
في الضلوعية جنوب تكريت، إذ حضرت وجناب الشيخ الداعي الإسلامي شيخ المفضل الملا جاسم الدليمي. مرحبا بك مرة أخرى جناب الشيخ. ونحن نعيش في زمن الفتن والمحن، والناس في غفلة، والناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. صحيح. الآن ناس تبدع ناس على مسألة المولد النبوي الشريف كما قلنا في بداية الحلقة، وهم يحتفلون بأعياد ميلاد أبنائهم وبناتهم وصبيانهم ووزرائهم، وكذلك يحتفلون بأعيادهم سواء كانت الأعياد رسمية أو كانت يعني أعياد شرعية. ماذا توجه لهؤلاء الذين يبدعون بعضهم بعضا وحتى وصل الكلام إلى التكفير؟ فجنابك صاحب خبرة وصاحب دراية وعناية وعمر طويل إن شاء الله قضيت بخدمة كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع الأماكن، ماذا توجه لمثل هكذا من باب كف الألسن؟ والله عندما نستذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني مقارنة بمن يحتفل بمولد ابنه أو أخوه أو جاره أو قريبه، يعني ليش ما هذا نسميها بدعة أولى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندي أنا صارت هالشكل، إحنا نأخذ عبرة من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم للرجوع إلى الله، للاستقامة على دين الله. ما نأخذ يعني للرسول نستخدمه للضلالة أو للدعوة، ولكن والأساسيات الموجودة في المولد كلها مباحة، نعم، هي ذكر الله وخيرات وهكذا، وذكر الشمائل النبوية ونأمل أن الناس يرجعون إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم أصحابي الذين بعثت فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يأتي بعدهم قوما ينذرون ولا يوفون ويصيبهم الثمن فإحنا ما نريد نقول أنه اللي يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نور وضاع، ما شاء الله، لمن يطلب الهدى وطريق الحق، ما شاء الله، إلى الله سبحانه وتعالى أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ملاتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجاوزوا بي عدنان، لا تجاوزوا بي عدنان كذبا نسابون. بما أن جنابك من أهل الصنعة وأهل الحظوة بمعرفة الأنساب، ماذا تقول للذين يتباهون بأنسابهم على حساب دينهم؟ والله اللي يتباهون بأنسابهم على دينهم اللي أقول آني، نعم، النسب مثلا احنا نعرف فلان سيد، ايه فلان سيد، نعم، ولكن السيدوية للنسب والكرامة للتقوى، ما شاء الله، نعم، هي السيدوية للنسب والكرامة للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا سيد، نعم، هو صالح سيد، مو صالح سيد نسبه سيد. هذا كشيء عام يعني ولكن عندما التقوى الله سبحانه وتعالى يجري على يد الصالحين كرامات، نعم، الكرامة السيدوية للنسب والكرامة للتقوى، ما شاء الله، نعم، لأن كثير ناس ما لهم علاقة بأهل البيت، ناس جبور، ناس عزة، ناس دليم، ناس عبود، لكن نشوف منهم مشايخ بس طريقة وبسر، يعني ما حتى يقول قائلهم من سار روحه وأبدا كلما ستروا ولم يراع التصانة كان غشاشا، إذا النفوس أذاعت سر ما علمت كل ما حملت من عقلها حاشا، ومن أذاع سر مولاه وسيده لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وعاقبوه على ما كان من زلل وأبدلوه مكان الأنس حاشا، الله، وجانبوه فلم يصلح لقربهم لما رأوه على الأسرار نباشا، هم أهل سر وللأسرار قد خلقوا لا يصبرون على من كان فحاشا،
من أطلعوه على سر فنم به فذاك مثلي بين الناس قطاش لا يرغبون مذيعا في مجالسهم ولا يحبون سترا كان وشبه. لا إله إلا الله. لا إله إلا. جناب الشيخ بما أن جناب قد استرسلت بهذه الأشعار المباركة أي أشعار الصوفية أكل لأن أنت شوف أني دائما ألاحظ شعر الصوفي نعم هذا لا يأتي المتنبي به ولا أبو تمام ولا معروف الرصافي يعني ولا فحول الشعراء ولا فحول الشعراء يعني ألا تقف عندهم يعني مبهور هنا ما شاء الله لأنه إيحاء من الله إيه ما شاء الله لأنه هذا ناذر نفسه لله الله أكبر لكن عاد نرجع إلى شغله إيه يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني نعم قدس سره الكريم الشريف يقول نعم كل حقيقة لم تستند إلى شريعة فهي زندقة زندقة ينكرها ينكرها نعم هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من هو وهو من هو ما شاء الله هالشكل جناب الشيخ لكن الآن عند الشباب الذين لا يفقهون شيئا من دينهم أي. بس يسمع كلمة تصوف قال لك هذا مبتدع هذا بناء هذا مشرك ماذا تقول لهؤلاء الشباب لا الشباب يتقون الله وبس احنا نستند على قول النووي من فقهاء الشافعية نعم اتجاه الصوفية ماذا قال النووي قال النووي ننكر عليهم ما خالفوا الشرع ونترك أمرهم إلى الله الصوفية ما الشكل أي نعم احنا ما نجادين ما ننشغله هم من وراء الباطن بس احنا ننكر عليهم ما خالف المخالفة والإنكار على كل على كل من يخالف على كل من يخالف سواء صوفي ولا غيره صوفي ولا غيره وننكر عليهم ما خالفوا الشرع ونترك أمرهم إلى الله هم جادين ملات كلمة السنة والجماعة أي. ماذا يعني نعرف من خلال نظرتك إلى مسألة أهل السنة والجماعة فمن هم في هذا الزمن والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها هم دول ما أنا عليه وأصحابي هم دول أهل السنة أهل القرآن والسنة ها ما أنا عليه وأصحابي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه العرباض بن الساري ما شاء الله جناب الملا حينما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث النبي كل حسب ونسب مقطوع يوم القيامة صحيح. إلا حسبي ونسبي فذهب سيدنا عمر سيدنا علي يلتمس منا الانتساب إلى هذا البيت الطاهر المبارك فتزوج أم كلثوم بنت سيدنا الإمام علي وأنجب منها ولدا اسمه زيد وكان عمرها 13 سنة وابنها وبنية اسمها رقية وبنية اسمها رقية إذن زيد ورقية أبناء سيدنا عمر من السيدة أم كلثوم بنت السيدة فاطمة الزهراء ولما توفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتدت في بيت أبيها في بيت أبيها في بيت أبيها اعتدت كيف ننتسب نحن اللي مو من الآل إحنا أنا وإنت وكذا وقلت أنت العبيد والعزة ودليم ويجبون تظهر بهم مشايخ وقلت تظهر بهم مشايخ ويظهر بهم عارفين نجيبهم شنو وأتقياء وعلماء نجيبهم أتخوة أكرمكم عند الله أتقاكم هذول بيت ابن أجود هذول بيت الشيخ عيسى نعم ذول الموجودين هذول الشيخ حديث نعم هذول العبيد بهم الناس من العبيد أولياء أولياء وأتقياء نعم الله وكيلك هذول ناس في مشايخ عندك الشيخ حمد أبو فتل هذا من العكلي هذول ناس جبور وعزة وعبيد ودليم ولكن التقوى جابتهم ما شاء الله لأن قلت لك وهذا كلام يعني أني عندي نصبي السيدوية للنسب والكرامة للتقوى ما شاء الله ما شاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف ينظف المسلم قلبه من الأدران والأوساخ والحقد والغل نعم بطريقتين نعم تصفية النفس ومجاهدتها كيف يجاهد وأكثر مجاهدة النفس مخالفتها
مخالفة النفس هي اللي تنظف صدره. خطر عندك مثلا تريد تحسد فلان، هذا الله نطاه، انت ليش تروح تحسده؟ تقول على عطاء الرباني، والله هو اللي اكرمه مال، اكرمه اولاد، اكرمه منصب، هذا من الله. انت عليك تقول اللهم اعطني مثل ما اعطيت فلان، هذا يسمونه اغتباط وليس حسد. غبطه او غبطه، الغبطه هذا. اما اذا انت تتمنى زوال نعمه اخيك فانت مذم مقصر، وانت فعلت ما فعل الكبائر، ما فعلوا الكبائر. قال كل العداوه قد ترجو اماتتها الا عداوه من عداك من حسد، لان في القلب منها عقده، عقده ليس يفتحها راق الى الابد الا لله، وان يرحم تحل به، وان يباه فلا ترجوه من احد. شوف هنا قيل لبعض الحكماء كم عدو تتمنى أن يعود لك صديق؟ قال كل عدو أتمنى أن يعود لي صديق إلا الحسود. الحسود فإنه لا يريد نعمتي، لا يريد مودتي إلا بزوال نعمتي. الله 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 الله. أيوة الله. كيف تؤدب النفس الخبيثة؟ تؤدب الخبيثة بمخالفتها، بمخالفة هواها. خافت الهوى. أي فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما شاء الله ما شاء الله. هذا العلاج. كيف نصل إلى محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبة سيدنا النبي ما يرهم أن نقول مثلا إحنا نحب النبي ككلام ونخالفه، ما يرهم منا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونمشي في غير طريقه. لا ما يرحم. حب النبي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. شيخ، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تزيل الهموم والغموم وتزيل السيئات. نعم توكل تفضل. اي صحيح. هذه قال رجل سفيان الثوري يطوف بالبيت ويمشي وكان يمر بواحد مشغول عن كل الأذكار، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل. قال له يا هذا انشغلت عن التسبيح، انشغلت عن التهليل، انشغلت ألا عن الرسول، ما بس هذه عندك؟ قال من أنت؟ قال له أنا سفيان الثوري. قال والله خرجت بوالدي نقصد الحج، فمرض والدي بالطريق. نعم. وكان والدي مسرفا على نفسه. فلما توفاه الله اسود وجهه. لا اله الا الله. الشايب. فلما اسود وجهه اسفت عليه. وجذبت عليه غطاءه نمت. واذا برجل طيب جميل الهيئه. أبيض الثياب ما شاء الله، طيب الرائحة. الله. فجاء على فجاء فمسح وجه والدي فعاد أبيض. ما شاء الله ما شاء الله، من السواد إلى النور. إنه النور. فلما أراد أن ينصرف مسكت بثيابه وقلت والله لا تخطو من تعدو منها، ألا أن تعرفني من أنت؟ قال ما تعرفني. الله. قلت لا والله ما أعرفك. قال أنا محمد صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. يا هذا كان والدك مسرفا على نفسه، ولكن كان كثير الصلاة عليه. الله الله. ولما حضرت وفاته استغاث بي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا جئت أحضر هالشكل وإن شاء الله ما علي شيء. ما شاء الله. أوعد والوجه أبيض. ما شاء الله. هذا اللي خلاني دائما أذكر الصلاة على النبي، الصلاة على النبي مع كل خطوة. مر من المر رأى رجل من بعد موته قال ما هذا النعيم؟ قال والله هذا الله جاب لي، حضرت مجلس الصوفية ومجلس مولد وصليت على النبي ورفعت صوتي. الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاني الله ما صليت على الرسول هكذا. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. عليه الصلاة والسلام.
يعني هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من صلى علي مرة كتب الله له 10 درجات ورفع و10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. ما شاء الله. وقال صلوات الله عليه وسلامه: من صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. الله الله. ومن صلى علي 1000 زاحم كتفي كتفه على باب الجنة. الله، شنو هالكرم هذا؟ الصلاة على كرم النبي. الله على الصلاة، لأن الصلاة الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها. وما إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. جناب الشيخ، أنت دائما يعني إلك صلاة مخصوصة بيك، أنت دائما ترددها، ممكن نعرفها؟ دائما أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنا نوبات ما أطلع الناس على أعمالي. يريد شوي على مو كثير. يعني شنو؟ يعني أخاف. أنا تأثر بالرياء. أنت بعيد من الرياء إن شاء الله. بعيد إن شاء الله. دائما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى المستوجبات 300 مرة أو يزيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الخبر أنه يقول: إن من صلى من سلم علي رد الله عليه روحي وردت عليه 10 وكذا. فصلاة محبية أسمعها بإذني وتعرض لي صلاة غيرهم إعراض. الله الله. كيف يوافق القلب مع اللسان بالصلاة على المصطفى العدنان؟ وهل نستطيع رؤيته في المنام؟ تستطيع رؤيته في المنام. والله يا الرسول صلى الله عليه وسلم من لازم الصلاة عليه يستطيع رؤيته ويشوفه بالمنام إذا كانت مخلص بالله. ملات الحلقة عليه الصلاة والسلام، الحلقة انتهت ونريد بالصلاة على المصطفى العدنان تنهينا الحلقة بالدعاء. الصلاة على المصطفى العدنان: قال صلوا على هذا النبي الكريم وتحظوا من الله بأجر عظيم. طوبى لعبد مخلص في الورى صلى على ذاك الجناب الكريم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اللاتي نورتنا وجزاك الله ألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لك الصحة والعافية والبركة والنور وطولة العمر ويلبسك ثياب الصحة والأمن والأمان والكرم. آمين. والكرامة إن شاء الله وطولة العمر. وجزاك الله تعالى عنا خير الجزاء. بارك الله بك. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.